كل أم وأب بيحلموا يشوفوا أولادهم في أحسن حال، وطبعاً من أهم العوامل اللي بتساعد على ده هي اكتشاف وتنمية مهارات الأطفال دول في سن صغير، والأهم نشوف استخداماتهم للسوشيال ميديا. اكتشاف المواهب وتنميتها بيحتاج وقت ومجهود علشان الأطفال تتدرب أكتر على استخدام المواهب اللي بيمتلكوها، وممكن استخدامهم الخاطئ للسوشيال ميديا يأثر على مهاراتهم وإبداعاتهم. علشان كده لازم ناخد بالنا كويس جداً من استخدامات أولادنا للموبايل. أولادنا الموهوبين كتير جداً ويمكن مفيش أكتر منهم، بس الأطفال دول محتاجين الرعاية والاهتمام الصح علشان يقدروا يحددوا أهدافهم الصح على حسب مهاراتهم وقدراتهم. استخدم السوشيال ميديا في إيه وبتقعد عليها وقت قد إيه؟ ممكن بفتح إنستا واتساب، وممكن في حوالي 3 ساعات على مدار اليوم كامل. يعني في الفيس بحب يعني أعرف كل حاجة عن قرايبي، كل حاجة عن السوشيال ميديا، أكتر حاجة يعني بحب أقعد عليها. بعرف من الأخبار وبعرف إيه اللي بيحصل يعني، وبفضل قاعد عليه عشان كل قرايبي هم اللي بينزلوا حالات عليه. في تيك توك، الواتس، فيسبوك. هو الانستا عشان في قرآن كتير وكده، فهو ده اللي انا بحب استخدمه فيه. ساعات بقعد اذاكر عليها وبتفرج على مواقع، بلعب العاب على السوشيال ميديا وكده، بسكرول بشوف حاجات انا عايزها كده، اللي هو مثلا تيشرتات، بشوف حاجات تانية، بتفرج على برامج، وبلعب ببجي، وبكلم صحابي على النت عادي، وبنحل المسائل مع بعض اللي هي المذاكره يعني. بذاكر احيانا وبقعد عليها بلعب كده. تيك توك عندي اهم حاجه يعني، ممكن اقعد عليه اليوم كله اصلا.